سلام البنات، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله راح نديرو اللوبيا. لا شوب تاع اللوبيا هكا شربه اللوبيا. دونك فوالا، الحاجه الاولى اللي نسبق فيها قبل ما تجي تكون مقادير هي اللوبيا تاعنا اللي كنا بيتناها بيتها درتها البارح في الليل. شمختها كيما نديرو كاش شمختها البارح في الليل، وهنا راهي منفخه. راح ندير ان تغسلوها، صبحت نحولها هذاك الماء، وهذا ما جديد اللي راني دايرته فيها. داكوغ، هذا الماء جديد دوك درتو. دونك ديروها هنا، نديروها في الكوكوطه طيب، في الكوكوط طيب واحد 20 مينوت. هنا الماء سخون، هذا الماء اللي عندي هنايا سخون. نديرها هكا، تغطيو اللوبيا تاعكم كامل تماما. شوفوا، تغطيو اللوبيا تاعكم تماما. نغلق الكوكوطه ونحطها طيب 20 مينوت، ونعاود نولي لكم المقادير. الوغ هنايا دوكا البنات نجوزو للمكونات تاعنا. واش عندنا حنا؟ درنا كلش مع الكوكوطه يتصفى. عندي واحد 10 نطفيها، او 10 نطفيها هكاك 20 مينوت. نيتها حتى بدات تصفر ونحسب 15 مينوت. نفتحها نشوفها لا طابت ولا طابت. طابت ما طابتش ندير لها. وشنو طيبتها؟ بلا ملح. هكا انا نقول لكم سي تري امبورطون، طيبوها بلا ملح. ومن بعد باش طيب تسلق روحها، ومن بعد هذيك هنايا نديروا الملح، نديروا كلش. اوكي، دونك واش عندنا هنايا في المكونات تاعنا؟ عندنا هنا عندي سدر تاع دجاج صغير، ما نقدرش نقطعه باسكو راه كونجلي. كان في كونجيلاتور نحب توجور يكون عندي في كونجيلاتور دجاج بولي فيونداشي، دجاج بولي البولي فيونداشي دانداشي. نحب يكون عندي كلش. نهار نحب نطيب حاجه نطق بها نرول، ما نقعدش نقول شي لي مارشي ولا محل مارشي ولا لا. المهم عندي صدر هنا، انا كنت حابه نستعمل نص صدر، مي ما نقدرش نقسمه باسكو نص صدر يكفي، غير قسمه نفتتو تجي مليحه. المهم عندنا هنايا صدر، عندنا حبه بصل كبيره، عندنا حبه زروديه، عندنا هنايا درت 3 حبات طوماطيش صغار. مي نتوما اللي عندكم وحده كبيره ديروا وحده كبيره، سينو انا درت 3 صغار. رحيتهم في الغوب ولا في الميكسور كيما تحبوا، وصفيهم. انا صفيتهم باش تكون عندي اون بيغي طوماط نت ليس، ني قشور ني والو، ني زريعه ني والو. هكا عندي مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، طماطيش تاع باطا. عندي هنايا شويه زيت، عندي ثوم، ثوم اون بون كونتيتي تاع الثوم. على بالنا كاع بلي اللوبيا تحب الثوم. هكا اون بون كونتيتي تاع الثوم. كاين اللي يطيبوها بلا بصل، يديروا غير الثوم و سي تري بون اوسي. فوالا، كاين عده طرق كيفاش ديروا فيهم اللوبيا تاعكم. حنايا ديجا انا ديجا ماما فضل كيفاش دير اللوبيا تاعها. تحكم كوكوطه، تحكم كوكوطه تكون لوبيا بيتتها، ترمي فيها لي زانغغيديون كامل. بصل زروديه تقطعهم تي كوب، ماشي كيما حنديرها انايا، هي تقطعها اون تي كوب. ترمي الطوماطيش البصل الثوم كلش هكا على ضربه بارد في بارد، وتحط اللوبيا تاعها، تغلق كوكوطه وطيب وتجي تخي تخي. فوالا، قلنا عندنا الملح، عندنا الثوم اون بون كونتيتي، راني دايره راس صغيور باسكو انا حندير 500، درت 500 غرام تاع اللوبيا. حنا كمان اللوبيا يحبوا ياكلوها، وكي تبات الغدا من داك الفطور تولي بزاف بنينه. دونك درت 500 غرام، يعني كميه لاباس بها. لي زيبيس واش نسحقوا؟ نسحقوا الكمون، الكمون مع اللوبيا والثوم سي تري امبورطون، ما تقدروش تزابيو الثوم. عندنا هنايا العكري، بابريكا هذايا العكري الدو، يعني كيما نقولوا ماشي حار. عندنا فلفل الكحل، فلفل الابيض. نتوما استعملوا فلفل الكحل برك، انا نحبوا ندير الميلونج تاع فلفل الكحل. نحطوا هاد المكونات كامل هنايا، هنا شويه تاع الزيت ما تكثروش. هذا الصدر تاع الدجاج، حبه تاع زروديه، باش نريد حبه تاع زروديه، حبه تاع البصل، نحط حبه تاع البصل، نديرو لي زيبيس، نديرو لي زيبيس ونحطوها تقلى. درت حبه زروديه الدجاج، وتقدروا ما ديروش الدجاج، كاين اللي يحب يدير لك شي يقولوا هذوك اسمو داك البزلو في الكرعين ولا جو سي با. انا ما نحبهاش كاع هكاك، ما نقدرش ناكلها. مي لي تري مون ماما يقول لي دايب بالكرعين، انا ما نقدرش ناكلها هكاك. دونك ما نديرهاش كاش، ان شاء الله نديرها لون، نديرها لكم فيديو. مي سي لو ميم برينسيپ، برك اللي ما ديروا الدجاج ديروا هذوك الاخرين. المهم ما نديروش الثوم هنايا، نقلي بشويه البصل باش نديرو الثوم باسكو الثوم يتحرق بالخف. داكوغ، نديرو هادو، ما ندير لي زيبيس ونقلي. هاي ليك، نروح نديها تبدا تتقلى ونولي لكم. فوالا هنايا راني رايحه ندير الثوم تاعي، قلت لكم درت راس صغيور، يعني الا عندكم حبات كبار ديرو. دوك نتوما تعرفوا على حساب باش تمرقوا، على حساب حال درتو اللوبيا ايتو شنو اللوبيا تحب الثوم. داكوغ، فوالا نخليها تكمل تقلى. هنايا نديرو الطوماطيش تاعنا، كم حبه كبيره، انا هنا درت 3 حبات صغيورين هكذا. ونزيدو نديرو طماطم مصبره تاعنا، هذيك المغرفه الكبيره تاع طوماطيش كونسونطري نزيدو نديروها دوكا. هاي ديك نزيد نديرها هاي، ونخلو تكمل تتقلى. نغلق الكوكوطه بصح نغلقها برك، نرد الغطاء برك ونخلوها تكمل تتقلى. داكوغ، فوالا هنايا راهي تقلى كوكوطه، فتحتها لقيت اللوبيا مازال ما طابت شويه، خاصها شويه حنزيد لها واحد 10 مينوت.
هنايا راني رايحه نمرق بالماء سخونه، راح نمرق ونغلق الكوكوطه ونخلي الدجاج يطيب، وديك حبات تاع الزروبيه طيب واحد 10 مينوت. فوالا راني مرقت، دوك نغلق الكوكوطه نخليها طيب حتى ما يطيب الدجاج، وهذيك حبات تاع الزروبيه واحد 10 مينوت هكا كابري ان كاردو ونطفي عليها، وهذه دوك نفتحها. الوغ لي كيف شوفوا هنا اللوبيه تاعنا راهي طابت هاي ليك نسخونه ما غاديش ننسى. خلاص راهي طيبه، نخلو الكوكوطه تاعنا الدوزيام طيب يطيب الدجاج والزروديه ونولي لكم. هنايا راني رايحه ناخذ غراف فيه شويه لوبيا وشويه المرقه تاع اللوبيا هكا. هانا خليه دو كوتي ومن بعد نقول لكم واش ندير به. وهذه راح نصفيها. فوالا ليكيب هنايا راهي طابت هذيك الحبه تاع الزروديه، نحيها نديرها هنا وين كنت هذا الطاس اللي كنت درت فيه شويه لوبيا مع شويه مرقه، نحيت درت على الدجاج نحطو دو كوتي. فوالا ودوكا نحكمو اللوبيا تاعنا هنايا هاي ليك، نحكمو اللوبيا تاعنا ونرميوها هنايا قاعد هكذا. شوفوا هاكاي مازال خفيفه، دوكا نرجعوها ندوقوها برك على الملح ونرجعوها تغلي، عفوا نرجعوها تعقد تختار. وهذه نروحو نميكسيوها بالميكسور، حبه تاع زروديه مع شويه تاع لوبيا وشويه المرقه مقبله طابت فيها اللوبيا، جو في لي ميكسي. البنات هنا عندي نفس لي زيبيس اللي استعملتهم في التقليه تاعي، عندي شويه كمون شويه فلفل كحل وشويه بيمون دو هكايا فلفل عكري. فوالا فلفل عكري بيمون دو، ونروح نزيد الملح، راني درت لاصوص مسوسه حنزيد شويه ملح نحط هنا ونميكسي. الوغ هنا راني رجعتها تغلي باسكو خفيفه مازال، وهنا هذيك حبه تاع زروديه اللي ميكسيتها مع شويه تاع حبيبات تاع اللوبيا، هادي اللي نختروا بها لوبيا تاعنا. مي سينو فو نيت با اوبليجي ديروها هكا كيما قلت لكم، انا ماما دير الزروديه مقطعه اون تي كوب، بالزروديه ديرها مقطعه مربعات صغار وتجي خاطره ولا باس عليها. والله الله راني قلت لكم عطيتكم هكا المبتدئات باش تجيهم لوبيا تاعهم اللي حايتو هكا. دونك هنا نخلوها تغلي سا ديبون واحد 10 دقائق 20 مينوت حتى تختار وتولي شابه. الله الله ودوك هذاك الدجاج تاعي نفتتو في الاخر نرمي لها الدجاج، كي نكمل نفتت الدجاج نرميه لها ونخليها تغلي. فوالا هنا راني فتت هذاك الدجاج نرميه هنايا كامل ونخليها تغلي بعقلها حتى نشوفها اختارت وطابت، وزيدوا عاودوا ذوقوها توجور على الملح. يا نسيت نسلاش الملح واقيلا تقصلاش يا ملح. فوالا البنات نقص لها النار ابتيف ونخليها تغلي على روحها بعقلها 20 مينوت بعقلها هكا، ما نزربوهاش في الطيب باسكو مازال الحال. فوالا نعاودوا نتلاقاو ان شاء الله في نهايه الوصفه. البنات هنا هاي الكوكوطة تاعنا اوف هاي اللوبيا تاعنا بعد ما طابت عندها واحد ربع ساعة طفيت لها وخليتها مغلوقة هكذا، دوك نفرغها لكم في التبسي ونجوزو صحن التقديم. فوالا البنات وبهذا نكون لحقنا نهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله الفيديو تاعنا يكون نال اعجابكم. هاي ليك اللوبيا تاعنا، هاي ليك المرقة تاعنا، ما تكونش بزاف خاطرة وما تكونش بزاف خفيفة. هاي ليك في الاخر رميت لها شوية حشيشة، لي يحب حشيش كاين لي يدير لها معدنوس كاين لي يدير لها حشيش، لي يحب حشيشه مقطفه يدير لها شويه مع الاول في التقليه ويزيد لها في الاخر. البنات نقطه هامه، لا كنتو اللوبيا تاعكم ما واسيتوهاش ما شمختوهاش ما بيتوهاش كيما نقولوا في الماء، عادي طيبوها في الكوكوطه وشنو طول تقعد واحد سويعه في كوكوطه ساعه ساعه غير ربع ساعه او خمسه وشنو نار قليله ابتي فو مرقوا بيان، مرقوا حتى البوشونات حتى وين هذوك البوشونات مرقوا حتى الفوقه بالماء وخلوها طيب، ما ديرولهاش برك الماء، ما تستعملوا ني بيكربونات ني خميره ني والو. وإلا كنتو مزروبين وكنتو كانت ثلاثة تاع العشية ولا تحبوا ديروا خميرة ديروا، حنا أوني فيت خميرة وبيكربونات. فوالا البنات إن شاء الله تكون عجبتكم فيديو تاع نهار اليوم، لعجبتكم عليكم غير دعيونا بالخير. ميرسي بوكو، أون بخوشان فيديو إن شاء الله.